كده خلاص؟ اه هي دي المكان. اسأل من ده البلد الصغير. بص اسأل الناس دي. سليمان نزل الثلاث افراد بتوعه طبعا اللي يخش الجيش ويكون فت منضبط مثقف تعليمه كويس بيمسك بيترقى. سليمان خد رقيب فيه اللي هو ثلاث شرات فكون سليمان يترقى رقيب
لا يا سليمان راجل ملتزم ومنضبط جدا. صغير كمان هو سنه صغير. بعد الثلاث افراد اللي معاه اللي هو الميرينجي والكينجي والشينجي يجيبوا التعيين. علشان بيمشوا بين الجبال وبعضيها فممكن عسكري يخاف قال لهم انا هقف في الخدمه. وهم يروحوا مع بعض. وعلى فكره كان سليمان دي اخر خدمه لكم. يعني الصبح هينزل يعمل ايه؟ ياخد الورق من هنا وبعد 15 او 20 يوم يروح يسلمه ويجي خالص. وكان سليمان معتز بسلاحه لدرجه غير عاديه. يقعد ينظف ويظبط حافظ رقم. بيقول له حافظ رقم على ظهر القلب. واحنا حفظناه عشان حبا لسليمان. بعد كده لا من الوصف ما يعرفش طبعا الجنسيه بتاعت الناس اللي اجل وبداوا يطلعوا على الكبه. طبعا سليمان قعد يحذرهم بالعربي وبالانجليزي استنوا بس انتوا شويه الكلام اللي هو حافظه ما ابتسلوش للأمر التاني. قعد يضرب طلقات تحذيرية يعني مش هيضرب على طول. ما ابتسلوش للأمر اللي وقع فيهم دول. لا ما هو برضه ليه؟ عايز يخرج من الجيش وعايز ينفذ الأوامر صح. عسكري على الحدود بينه وبين فلسطين أو بينه وبين العدو الصهيوني وجم ناس من العدو الصهيوني وحيطلعوا على التبه وبداوا يطلعوا التبه وبدات احذرهم وبدات اضرب طلقات تحذيريه. بعد كده اعمل ايه؟ انا واقف لوحدي ودخل عليا 15 فرد. لو سكت ما ضربتش هيحصل حاجه من يا اما ياخدوا سلاحي. وكان في الحاله دي سليمان جاب لنا احنا العار. وما كنش ما كناش شفنا حضراتكم. يا اما كانوا هيقتلونا. في كلتا الحالتين مصر خسرانه وسليمان خسران واهل سليمان خسرانين وزمايل سليمان خسرانين والدنيا كلها خسرانه. بدا يتعامل معاهم قتل سبعه. واصيب خمسه. قومهم كله. طبعا هو اصلا هتقدر تقول ان في عده دوافع خلت سليمان يضرب. اولا المحافظه على الحدود المصريه، المحافظه على كرامه سليمان الشخصيه، العداء الشخصي اللي نابع واللي اتعلمه سليمان في المدارس، ان احنا كانت المناهج بتاعتنا فيها بتقول ان العدو الاول والاخير لينا هو العدو الصهيوني. طب رضعوني في البزازه ان العدو الاول ليا هو العدو الصهيوني. واتصل بالقياده بتاعته قالوا قال لهم انا عملت كذا كذا الحقوني الحقوني علشان اسرائيل هتاخدني. طبعا جه الرائد اسمه احمد الشيخ قائد تاني الكتيبه اللي كان بيخدم فيها سليمان. قال له طيب هدي نفسك يا سليمان. هو قال انا مش هلبس سلاحي مش هسلم سلاحي الا للرائد احمد الشيخ اللي هو القائد المباشر اعتزازه بالعسكريه واعتزازه. وطبعا هو متاكد كل التأكيد ان سليمان ادى وجهه. القانون بيقول كده والمنطق بيقول كده والتعليم بيقول كده. سليمان كان طفل في ابتدائي ايام ما يجي مدرسه بحر البر الجديده هنا مفيش حد وصلتها. طب انا لما اروح مدرسه الضرب جنب بلدي طبعا الفطره العيال بتجري تشوف ايه اللي حصل.
طب لما اروح الاقي زمايلي مطحنين في المراير بتاعتهم في الكتب في المعجنه، عيل مثلا عنده 6 سنين القنبله او الدانه جت عليه مباشر نزلته 20 متر في الارض، عمل ايه العيل ده؟ عمل ايه؟ العيل ده طلع بغار على اسرائيل. لا هو عايز يقتل، قتل الكبار وعايز يقتل الجيل اللي هيطلع علشان ما يجيش في كوادر بعد كده تقف في اسرائيل، عشان اسرائيل تهيمن على المنطقه كلها. طب انت لما تشوف زميلك قتل وهو طفل ساح في ده، ايه كمية العداء اللي حتكتبها للإسرائيلي؟ ده فوق عدائك الأصلي أصلا. عادي، حاجة غير عادية طبعا. طبعا سليمان سلم السلاح للرائد أحمد الشيخ وخدوه على سجن قرار الحرب. يعملوا إيه بقى حضراتكم؟ خدوا سليمان السجن العسكري ده بيكون فيه ايه بقى؟ بيكون فيه يعني دايما العسكريه الجرايم اللي فيها قليله، ما بيكونش في السجن ناس بتقتل يعني او ناس قتله، ما بيكونش في السجن ناس عربيه، كل معظم اللي في السجون العسكريه ناس هاربين من الخدمة العسكرية، يعني عسكري اتجنن وما عندهموش الجيش، راح سايب الجيش ومتأخر على الفصل. بيجي بيتحكم عليه حسب المدة اللي جابها، واخد بال حضرتك، وبتنتهي العملية. كل اللي في السجن دول الهاربين من الخدمة العسكرية. طب سليمان خلص الخدمة العسكرية وأدى واجبه كما ينبغي. يعني تخيل حضرتك كده لو سليمان عمل العمل ده قبل المعاهده المشؤومه واتفاقيه السلام، كان سليمان خد نجمه سيناء وكان الدنيا طبلت من طبعا جابوا كل ده. العينه مشيت كان عينه حاجه زمان الرئيس دلوقتي، وكان الدنيا بقت ورد خالص. ودوس انت لفنار الحربي وايه؟ اياميها كان في ممثله عامله حادثه وقتلت، ما تذكرش اسمها، قعد حكموا فيها قتلت ناس مصريين وكانت محموره وحاجات زي كده، قعدوا حكموا فيها حوالي 4 سنين، وطلع الناس اللي هم اللي رموا نفسهم تحت العرض. سليمان خاطر عمل الحادثة من 85 86 85، ومات 6/1 الموضوع كله احنا بنتكلم محاكمة وحبس وقتل تحقيقات وقصة وراجل بريء، راجل بطل، راجل بقد وجه. جم النيابة العسكرية حققت الموضوع. هتجيب مين بقى؟ هتجيب حضرتك ولا الحاج محمد ولا عاصم ولا كانت زمايله ولا العساكر اللي كانوا معاه في الخدمة، القائد تاني وقاوم الضباط، نشوف النيابة العسكرية. تحيات النيابة العسكرية قالت لي ملازم أول طارق قال إيه؟ قال سليمان إنسان منضبط، كان مؤدب جدا وكان ملتزم جدا، ده فقال النيابة العسكرية موجود إلا إذا كانت اتحرقت مع الورق اللي اتحرق، ده الأقوال اللي عندنا صورة منها. تبدأ قائد من القادم قائد تاني الكتيبة اسمه رائد أحمد الشيخ قال إيه؟ قال سليمان خاطر كان راجل متدين زي ما كلنا متدينين
وبيصلي وصول ومن مذاكرته لخدمته إذا ما فيش وقت للتهريب لأقوال القائد. طيب قائد الوحدة مقدم خلف قال إيه؟ قال إن الموقع بتاع سليمان ممنوع الاقتراب منه. طب اللي يطلع عليه وسليمان يقتله يبقى مجرم فيه لأقوال قائد الوحدة. وقال إن سليمان خاطر أبدًا. في عسكري اسمه محمد إبراهيم قال إن سليمان ده كان راجل محترم وكان بحبنا بصفته حكمنا وهو الوحيد اللي كان متعلم فينا وكان بيذاكر لنا وكان بيعطف علينا. ده أقوال العساكر. عندنا صورة بالكلام ده. طب في أقوال اللي بناء عليها هيتقدم سليمان للمحكمة. طب فين الإجابة؟ فين الجريمة اللي اقترفها سليمان علشان يقدموه أصلا للمحكمة؟ يعني المفروض سليمان راجل قد واجبه وده سن ليه أصلا؟ وده سن ليه؟ أنا عسكري واقف عندي بيحمي وحدتي وحماها خلاص. أنا لو عايز أتحفظ عليه خوفا عليه أتحفظ عليه. عارف معنى أتحفظ عليه؟ يعني يقعد معايا مكرم معزز وبتاع وهدي من روعه وممكن يكون اتأثر نفسيا من قتل الناس دي. لو احنا بنتعامل كمصريين كبشر لو كانوا بعملونا كبشر إنما هم ما كانوش بعملونا كبشر. بعد كده قدموا للمحكمة وعدت له محكمة جامدة أوي يحرسها طيارات ودبابات ومصفحات. ليه؟ الناس غلابة عمرنا ما كنا نعرف ألف به سياسة يعني. هو لابس اللي بتاعه سريع شوف عسكري. ما كناش نعرف ألف به سياسة يعني إيه؟ خلونا بهدلنا بقى نروح السويس عشان نحضر محادثات. إيه اللي حصل يا جماعة؟ إيه؟ سليمان سلاحه سرق ولا سليمان حصل إيه؟ إيه الحال اللي اقترفناه إحنا؟ بصينا بلقنا لقينا بقى الناس السياسيين ظهروا على الصحيح. نور الشريف، فتحية العسال، أيمن نور، شكري، خالد محمود الدين. الناس السياسيين اللي لهم دور يعني اللي هي السياسة لعبتهم وشرفهم. ولقينا الوطنيين وطلبة الجامعة والدنيا كلها اتقلبت. كان بيت سليمان خاطر ده عبارة عن 24 ساعة ناس قاعدة، ناس نايمة على الأسفلت. من فترة المحكمة. طبعاً إحنا مش فاهمين يعني إيه قضاء عسكري وقضاء مدني وحكموه حكم عسكري. والناس الطالب اللي يتحكم مدني يحكم ما نعرفش. متعرفش ليه هو القضاء العسكري وليه ليه طب ليه بيتحاكم عسكري؟ طب ما هو أمن مركزي. طب ما يتحاكم مدني قدام قاضي مدني عشان العملية تبقى يطلع هم اللي قتلوه مش هو اللي قتلوه زي ما الممثلة اللي خدت وراها. الدنيا كلها طبعا ليه اتجاهات معينة وثقافات معينة والناس من كل يصور ويحبس. مفيش كان في مشكلة فيها خالص. البي بي سي ما كانش فضائيات، ده لو كان فضائيات أياميها ما كناش ما كانش كان في القناة الأولى والثانية البي بي سي وإذاعات أجنبية ومراسلين أجانب ومراسلين لمجلات ومراسلين جرايد. ما تمشيش يا أستاذ عبد الرحمن. رحنا جلستين اتنين، الجلسة الأولى إجراءات والجلسة الثانية مرافعة وحفظ.
25 سنة عشان راجل قد رفعه ياخد 25 سنة. يعني الراجل كان مستعجل على انه ياخد الليسانس بره، لا ده هم دول الليسانس جوه والدكتوراه جوه وكل ركوع هياخده كله جوه. طب هل تفتكر حضرتك نص التهمة كانت ايه؟ يعني نص التهمة وجهوا له قتل سائحين اجانب. سائحين على الحدود؟ سائحين كانوا جايين يتفرجوا على ازاي شكل سليمان في البراميل، بيتفرج على البراميل شكله عامله ايه، ويتفرج على البراميل بتاعته ويطلع على الدفاع الرياضه. المهم المحاكمه كانت غريبه وموته كان غلط. ده الموت هو الأرض. أصل حضرتك علشان سليمان يتحكم طب حكموه بأي قانون؟ طبعا حضراتكم سامعين الحكم، حكموه بأي قانون؟ القانون بيقول غير كده خالص. يبقى سليمان اتحكم باتفاقية، الناس دفعوا على سليمان علشان يعني تبقى حاجة قصاد حاجة كبش فدا، أو لازم سليمان يموت علشان خاطر نعمل لكم حاجة مهمة، في مصالح شخصية بين اللي قتلوا سليمان. حاجة ملهاش بديل. طب احنا يعني مش قد اللعبة دي خالص. ابننا خلاص الصبح هيكون لابس الجلابية زينا وتنتهي العملية، واحد طلع من الجيش وقد رقم موبايل وخد ال 13 جنيه مكافأة وخلاص عليه. بعد كده نبص لقلبك حاجة، بعد كده لقينا نفسنا في 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 وضع مش وضعنا خالص يعني. بعد كده نلاقي ايه؟ رتب لينا زيارة سينما. زيارة مرتبة، يعني بعد ما حكم عليه احنا كنا معاه في المحكمة في السويس ونقلوه السجن الحربي في القاهرة اللي هو جنب استاد القاهرة قبل اتعمل اتصال التبعات مكان السجن الحربي. السجن الحربي ده كان قلعة للتعذيب وللناس بقى ايه؟ لا لسه زي لا مش هو انا قالوه هاي بس التعذيب لسه لا احنا ما رحناش الله لا يغفر ما رحناش هاي طبعا السجن حطوه وقال لك احنا سليمان خاطر عنده بالهرس شفت في الصحراء يعني المحافظه لحد ايه؟ يعني يمكن مولود من بطن امه بالهرسيا هم اشفقوا عليه حبوا يعلموه من الهرسيا ده اللي بقيل الايام دي. السلام عليكم. خليك قاعد يا عم الحاج. انا بس لا انا حبيبي الجوزي فهنحطه في مستشفى السجن ولا مستشفى السجن ولا حاجة، هو كان محطوط في جناح السياسيين. خلينا نعملوا شاي ساكت. ليه ما هم مش عايزين يحطوه مع العساكر اللي شابوا شاي. شكرا ربنا يكرمك. شابوا شاي والله مالينا فيه والله مالينا فيه. هنخلص والله هنخلص والله هنخلص. طب بشوف مفتاح ال الله وصل على الحديث. تاني يوم احنا طبعا هنا اهل الكيان الناس بتبقى مترابطة لابعد الحدود، يعني انا حصل عندي ميتة من النهارده جيراني وجيران جيراني والبلد ومحدش يتجوز ومحدش يعمل افراح ومحدش يفتح راديو ومحدش يفتح تلفزيون، حداد البلد كلها بتعمل حداد مع بعضها. فالناس برضو بالتالي زعلوا على سليمان
وعيلة خاطر دي عيلة كبيرة وعيلة يعني ناس محترمة في أرض البلد، والعائلات التانية تضمنوا، والبلاد اللي حوالينا تضمنوا، والدنيا كلها تضمنت مع أنا أبو سليمان. سلام عليكم. شهيد سليمان محمد عبد الحميد خان. كل أكبر عبد الحميد محمد عبد الحميد خان. كنت أعمل شفت مقاولين العرب رئيس تحرك العرب. عين السيف جنب الإمام الياسر. بيننا وبين السيف. هطلع من عين السيف. الإمام الياسر بيننا وبين السيف. سبع دقايق أو ثمان أو عشر دقايق. طريق الصغار نصبح ذلك طريق الصغار رجعنا بيه سنة بكرة ولادي حتى خمسة سبقين في مصر القاهرة كلهم بعد القاهرة ومصرحين بعد فساعة اثنين احنا كنا انا والمدير قبل منها يوم الاحد تقريبا كنا عنده في زنزانة والزنزانة بتاعت السلك ما فيهاش رهيب زي المدير عنده راجل فاتح باسم عبد الشرف قال لك العب بالولاد الولاد كان احنا مش كنا عندنا الاهتمام بس وكان حلو قال لك هو عبد الحميد اللي بيقرا في كتاب الله وحافظ القران قال لي نفسه ربنا سبحانه وتعالى قول لله عز وجل الإنسان بالليل لو موت نفسه ربنا بعذبه عذاب شديد وده راجل بيجري في كتاب الله حاجة نفسه ده فخدت عربية طبعا لسه حمارس كلها عربات بقول عرب خدت عربية 10 دقايق في السن الحرب طريق للصورة هناك عندهم في السن الحرب قال سن القاهرة كان كده الباب بتاعه وادي السن الحرب الباب بتاعه هي الصالة عاملها صالة الأطفال دلوقتي هدوها عاملها صالة فخشيت أول ما خشينا أنا والسواق فتحوا العربية البوابة بتفتح أوتوماتيك الزرار وبقوا في عندهم تلفزيون بيشوفوا الدار فأنا متفرج تقريبا بصور عندهم أو صورين 30 صورة ففتحوا أول ما لبني مدير السجن أحمد عبد سلم عليا وخدني على مكتب شهادة لله أنا على وضوئي من صلاة الجمعة وجاي من الجامعة أخدني على المكتب وبص كده أنا عارفه بغزالة جيت وشه بغزالة عميقة تخرج الجامعة بس مفيش أسبوعين فجابوا عسكري ليلة القرآن والله والله ما بكتب دي شهادة مفيش لفظ جيت العسكري بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيت العسكري بيجيب ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم جيت الترجمة وبصيت اتأكدت إن هو ده أبو غزالة عشان حضرت حرب 67 و73 قلت ربنا ينتقم منك يا أبو غزالة انت وحسن مبارك خدتوا كم مليار عليه من امريكا واسرائيل عشان موت ده ما شاركش نفسه ده راجل متدين عمره مش من نفسه مش من نفسه دي بتاع الحشيش واخد 25 سنه سجن صح وده محكوم عليه تأمين 25 سنه فبص لي كده قال هو ابو غزاله يسمعك ده موتك زي اخوك سمعت فاطمه مع العلم انت حضرت 67 و73 قلت له انت عندك فكره انت ابو غزاله ولا لا؟ قال لي اخوك في مشرحه زين. في مشرحه زين. سواء جهز العربيه وخدت العربيه واتكلت على الله على مشرحه زين جيت الله يرحمه المهندس ابراهيم شكري كان اسم عرفه بالنسبه لي. جيت واقف قدام الباب وفند الشيخ وقف قدام منه والناس مرمومة والأمن المركزي زي ما أنت عارف كانوا يتعبون فتحوا البوابة بتاعت المشرحة خشيت كانت تعرف على إيه؟ على على أخوه لقيته مدد على المغسلة والله والله ما مات حباية عيني دي
زي الدم. شفت الورده الحمراء دي؟ اكتر منها في حمام ده. قعدت ابص فيه من هنا لغايه هنا. الله يرحمه المهندس ابراهيم شكري باشا. المهندس ابراهيم شكري باشا الله يرحمه. كنت ربنا ينتجل من اللي موتوه. المتدين عمره ما يشفي نفسه. فالفندي اللي واقف ده ربنا ينتجل من اللي موتوه. قلت له انت تابع حسن مبارك زجيب. والله ما بكسب. تبيه وزير الداخلية أنضف وزير داخلية شفته في تاريخ حياتي أحمد رشدي بتاع بيت السبع. أحمد رشدي بتاع بيت السبع. فقعد أنا أبكي وهو يبكي معايا والله. يا ربنا ينتجل من الموضوع. المهم اتعرفت على الجثة على أخويا سليمان خاطر. وكان فيه اسعاف بتاع وزارة الداخلية واسعاف وزارة الدفاع اللي من جمهورية العرب بعتت كلمتهم بعتوا الاسعاف بتاع جمهورية العرب. رفضت اسعاف بتاع وزارة الداخلية يشيل اخويا ورفضت اسعاف وزارة الحربية يشيل اخويا وشلته باسعاف من جمهورية العرب جابوا في بيئة ثانية. واحنا جايين في السكة يمكن اكتر من 3 مليون امن مركزي جايين من طريق مصر للسويس للإسماعيلية. مصر جايين يعني من المشرحة على صلاح سالم على طريق الصحراء بتاع مصر للإسماعيلية من عند الصلاحية هنا. ده كله كان مليان أمن مركزي أكتر من 2 مليون. بعد ما طلعت من السجن في مقدم يا ريته يقول اسمه هيشهد الشهادة. كان سليمان عليه 11 حارس 11 حارس من اللي واخدين فرق في الدول اوروبا بتاعت انتحار. يعني لو ايوه كوماندو الله يبارك فيك. دول ليله محمد سليمان ليله الاحد موتوا ليله اثنين يوم الاحد ادوا الناس دي اجازه العصر 11 حارس. كان في كتيبه لده سليمان صعقة يقول لك اسرائيل هتقتل سليمان اول ما سلمت يعني خدعة 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 بالخدعة انفسنا واخد بالك. فالمقدم ده والله والله انا بقول كلمة حق بس متهيألي ما جاتش في الواقع الحقيقة ما شهدتش كلمة حق. جرأة خشوا على اخوه اثنين صحفيين مصريين واثنين صحفيين اسرائيليين واثنين صحفيين امريكان كل واحد معه شنط بلاستيك شنط كبيره داخلين بس قالوا احنا عاوزين نخش سليمان خاطر صحفيين. قال لهم ده بصلي العشاء انا سايبه متوضى قال لي تبدل عليه عشان اصلي العشاء. طبعا رفض مرور المكالمات العسكري رجليه رد فتح باب الباب فخشوا عليه موضوع وهو ساجد لله الواحد النهارده بالاله الموسى. حضرتك عارف تشعيب السلك الكهرباء رفيع خالص والله العظيم بايدي اللي حكوا لها الجود وربنا حاسبني في جنب اذا كنت اكسب. اعوذ بالله من الكذب اعوذ بالله من الكذب. من مكه للمكه تشعيره قال لك مقطوب بالاله الليزر اجهزه حديثه من امريكا واسرائيل الاله الليزر هو ساد الدجاج واحفاد. هل يرضي مين؟ مسلم مقطوب بالاله الليزر هو ساد الدجاج سبحانه وتعالى. طب ده فندق داوود كان بينه وبين التمه بتاعت سليمان دي سطح الميه لغايه التمه 150 متر من سطح الميه 150 متر على اليمين بحر. ميلة اسرائيل ميلة إلاء كان 8 كيلو على اليمين كده البحر كده البحر الميت
في اتجاه رابع عاملين له سلالم، مش سلم لا ده البحرين، وعاملين له سلالم 150 متر. والدشمه بتاعت سليمان وزمايله والمقدم تحت من بعد 150 متر. وسليمان كان حكمدار النبي وكان فاضل له 8 ساعات وهيسلم. طب هو لو ناوي على غدر مكان فندق داوود بينه وبينه 500 متر، الناس العرايا بتاعت اوروبا بيصيفوا مكان، لو ناوي على الغدر مكان موت الناس دي، ومع البندقيه البنادق ثلاث بنادق بزمايله قناصه بتصيب بهدف من 1000 متر اللي هي لها كوليسترول. مكان غدر على الناس دي، انما راجل متدين كان يقرا كتاب الله وقدام منه الاجهزه، والموقع ده كان 25 متر كده و15 متر كده. القوات المصريه عامله كش علشان طيران اسرائيل بيمر على سيناء استطلاع بيشوفوا امن مركزي والله قوات مسلحه. وبعد ذلك سليمان ده كان تبع المخابرات الحربيه استطلاع، والاداره بتاعته الاداره بتاعت سليمان كان منشيه البكري جنب بيت لجماعه من مصر ذات المخابرات. فاول ما طلعوا اكثر من 16 بني ادم منهم ثلاثه اربعه حريم لابسه علماء كليتات بكين، واللي طالعين جايين من هنا جايين من فندق داوود من المساجد الاسرائيليه المخابرات الاسرائيليه جايين يشوفوا الكشك ده تحت منه ايه، عشان الطيران الاسرائيلي كان بيصور سينا مش فيها امن مركزي، فيها دبابات معاهد السلام. فكان عنده ثلاث اجهزه يعني ثلاث اجهزه بكان المنشيت البكري لاداره المخابرات. حضرتك والتقرير اسمها حمدان المقطع هو اللي بدي التقرير اخر نهار حصل كذا كذا، لانش خطف معرفش عسكري مصري ومنشات اسرائيليه ماشية تخطف المصريين معاك سلاح. فلو ناوى على غاز المكان ضرب الناس العرايا، انما راجل متدين في خدمته. الناس دي طلعوا له اكثر من 16 بني ادم منهم بنت، كان جت بنت مفين سنها 8 سنين جت البلد دي، فشد البنت رئيس المحاكم الاسرائيليه اول ما خشوا راحوا صوروا الاجهزه دي. طيب سليمان راجل في كليه الحقوق، المحامي عارف ان هو في الحديد هيتحاكم. طيب لو صوروا الاجهزه دي مصر هتقول لك الدول العربيه عامله مقاطعه علينا، يبقى الاجهزه دي الدول العربيه مدياه عشان يجسس على معاهده السلام العسكري ده. راجل محامي درسها في مخه الحاجتين هيتحاكم. فاول ما خشوا عليه 16 ستوب، اللغه بتاعته انجليزي، ستوب ستوب ستوب. فرئيس المحاكم الاسرائيليه اسمه شالوم راح بالمسدس هيضربه هنا بين 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 عينيه، راح مميل منه ضرب اكثر من 10 12 طن. معه خزينه اللي هي بتاعت تشيل الذخيره دي فيها اكثر من 13 خزنه، الخزنه فيها 36 طن. ضرب معرفش 10 طلقات صوب صوب. الرئيس المحاكم الاسرائيليه اسمه شالوم عاوز يضربه في عينيه بعد ما صوره، فراح مايل منه بعد يضرب بيه 8 طلقات فوق بقى عاوز يضربه بره، راح موت ثلاثه في الحال واربعه صار. واخد بالك طبعا الحريم والرجاله طب ازاي ينطوا 150 متر من سطح الميه من تبه من فوق؟ لازم الناس واخده كده درجه تحريم. ولو ناوى على غد المكان ضرب العراء اللي هو في فندق دوله، فالله يرحمه كان متدين وخاف على بلده وخاف على وطنه وعمل اللي خلصه من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يزل الحبيبه.
احط مبارك اقول اللي قلته هو من ذاته رضاء للسامعين ومن حاجه اول ما شفت حسن مبارك وهو بيتحاكم حسيت ايه؟ حسيت بالعدل اللي احنا فيه ده يا مسلمين من جميع الدول الاسلاميه نسينا ربنا وربنا انسانا انفسنا عشان نرجع لله الواحد القهار تاني يبقى قلبي على ابني اخاف عليه اتقى الله الناس اتقى الله في شعبي اخاف على شعبي دي بلد بطلب منها عيش بلد احافظ عليها من يعادي بلد اسرائيل او امريكا او اي دوله عاديها واخد بعد ايدك حسن مبارك ظابط انا اعرفه ظابط انا حضرت مع جمال عبد الناصر الله يرحمه في حرب 67 والسادات حرب 73 ونعم الناس كانوا خافوا على العسكري بتاعهم خافوا على الجند بتاعهم يعني لو سليمان ده في عهد عبد الناصر او عهد السادات كان رجاله انا شليت بعد سليمان خاطر بعد ما استلمته من المشرحه ودفنته شليت في البيت اللي فيه المصنع ده اكتر من 45 يوم لو انا مش تابع شركه النبويه العرب وجدايه سياسيه مش الموظف اللي اتفصل بعد 15 يوم لما جيت النبويه السياسيه مركز التدريب بتاع النبويه العرب وتاني يومها اسماعيل عثمان كان بيبعت لي الدكتور بالاسعاف هنا يكشف عليا ويجيب لي العلاج والاخر ما فيش فايده حولوني المركز الصيني بتاع النجوم العرب على دون في المركز الصيني بتاع النجوم العرب وبعد منها بقالي 26 سنه مريض بسبب سليمان خالص عندي روماتايت وعندي المرض بيقول انا كنت موظف من النجوم العرب كنت عليك فينا الدوله على جدي ما كانش على جدي وادي اللي خدته من حسن مبارك وابو غزالة يقول ابو غزالة مات وغرق ده وحسن مبارك ما ربنا يمتج من البعيد هو الشلة بتاعك واللي طلعني مع انا طلعت معاش مبكر من جويل عرض اللي طلعني معاش مبكر ببحث عن الدولة ده بعد سليمان جابولي اسباشا من الجهاز اللي تابع حسن مبارك من شيت البكر بالاسف دي من إدارة عدلي غصب عنهم من إدارة عدلي الجواب رسمي إن هو ساعي ساعي وأول ما جاء علي أنا وجاء على المدير خد مفاتيح مكاتب القسم الميكانيكي عشان أتابع قسم التحركات تابع لقسم الميكانيكي المهندس عبد العزيز محمد عبد العزيز كان مدير عام هقول لحضرتك كنت انا رئيس تحركات معايا 280 سواق نقل تريلات ونقل مطير ونقل عربات ملاكي مش عليهم جويل عرب بس الملك ملك من جويل عرب وعربات نص نقل كله اول ما جاء بصنا شكله اولاد بشوار كتاب الاول شكله ولسه شاب صغير ممكن تديله 20 سنه وزباله ما عرفتوش خش اعتمد الجواب من اداره المياه والصرف الصحي كان مديرنا مدير الاداره عبد الرحمن سلماني وخاله عثمان حمد عثمان يجي سلم عليا وسلم على الاول جه على المدير وجه عليا وعلى المدير وجه عليا انا قال لي مفاتيح مكتبك فين يا ريس عبد الحميد الخاطر يا عم عبد الحميد الخاطر شمس المدير قال لي فين مفاتيح بتاعت المكتب بالليل ادي الصبح الاقي انت عارف المكتب بتاع نابوليا ده اللي هو الصال ده كده ثلاث جنود وكده ثلاث جنود وفي جنود في النص ده ادي الصبح الاقيهم متفتحين طبعا هم عندهم اللي بيعمل مفاتيح واللي بيعمل كل حاجه في المخابرات العربيات دي كل عربيه لها دوسين ال 200 عربيه عمر الشغل الجهاز المركزي دي كل 3 اشهر يفتش في اوامر الشغل دي يشوف الحموله دي وصلت اسكندريه وصلت اسماعيليه الاسمنت الحديد واخد حضرتك انا عليا اطلع السواق هو مديله امر الشغل بقول له انت تروح ايه اسماعيليه تروح اسكندريه عشان قعدنا في اسكندريه خدنا شغل 15 سنه في اسكندريه
وزاره المياه والصرف الساحلي. ف اللهم صل على حضره النبي. السواق يجي بعد ما يسلم حموضته على البوابه ويمضي له من المخازن بيجيب امر الشغل ويسلمه للكاتب عندي ويحطه في الدوسيه. الجهاز المركزي بيجي كل ثلاث اشهر ويفتش يفتش البوابات اللي بتاعت اللي راح عليها الحمام، يعني مش حكايه فرض. والاخر لو الله قدر سواء غلط غلطه بروح له النيابه الاداريه شاهد. اقول انا طلعت وما اعرفش عنه حاجه. في طبعا ضابط قطاع عام بره، يعني انت عارف حاسين مال الدوله. ف نعمل ايه؟ عيون ربنا يديك بالنور. وقف كتاب اللي هو حاطه انت مش كده تاني. لو غير كده كمان القصه اللي حكوها بتاعت مقتل سليمان، يعني قصه هبل عبيط. انا لو بحكيها لك من الصغار ده مش هتصدقها يوم ما تبقى غباء السياسه الصغيرة. يعني مثلا انت هتقول لي طب احنا بنحكوا علينا عشان احنا كنا هنحكوا عليكم ازاي؟ لا ما اذا كان مش عارف يضحك على الصغير ده. وبعدين اصلا الميزه يعني مثلا احنا لو جبنا ملايه، لو جبنا ملايه دلوقتي وعملناها كده رفيناها القطر بتاعها هيكون اقل حاجه 5 سم. احنا لما استلمنا جثه الشهيد كان سلك مثلا رفيع جدا، اصلا سلك 2 مللي لا يعني تكنيك عالي يعني. او ما لو ملايه، لو جينا عملنا ملايه مثلا وبعدين من ناحيه ثانيه مثلا هو لو عنده مثلا انتحار بعد ما قتل الناس دي كان مش هيصبر بقى لما ياخد، يعني كان ممكن ياخد اعدام. هو بينه وبين نفسه مثلا هو راجل خد 25 سنه، يعني كده كده عنده امل ان هو يتصرف فهينتحر. ايه الدافع اللي هو عنده؟ وبعدين لما قال له قصه، قال له قصه عبيطه يعني جاب الملايه وربط نفسه وعمل نفسه، يعني ما تخافش يعني. ما فيش شباك والله، ما فيش شباك. وبعدين في حاجه ثانيه، احنا ما استلمنا الجثه. في شباك احيانا ينتحر. الامر الطبيعي الفصل بينه وبينك احنا بنقول انتوا قتلتوه، هم بيقولوا لا انتحر. الفصل بينه وبينك ان انا شرح الجثه. رفض الجثه، رفض تشريح الجثه. ده يدل ان هو مدان. هو لو موقفه سليم عايز يتشرح الجثه ما تشرح. هتطلع ان هو مثلا راجل منتحر. يبقى خلاص كده هو ايه؟ طلع براءه يعني ببدل نفسه. اما واحد بيمنعك من حاجه من طرف شرعي ان انت عايز تعمله، تشرح جثه على اساس تظهر الصفه الانتحاريه بتاعته او صفه ان هو مات مقتول ولا مات منتحر ولا. فيعني كان وضع سيء سيء خالص. ربنا بينتقم. ربنا سبحان الله بعد 26 سنه الحمد لله رب العالمين فتحنا كلنا وقلنا الثوره 25 يناير ما كنتوش انتوا جيتوا وكده يعني. بتسرق في الجثه؟ اه بيسرقوا في الجثه. احنا صبنا على سليمان خرسانه قد جدا. تبني بيت والله يعني خرسانات وغرفه وناس قعدت البلد تخرس في سليمان وهو ميت بتاع شهرين. كل ليله حوالي 10 15 يناموا في الطريق. مش صدقت. والله ناس جت اسرائيل هتخطب. ده كان في يافطه هنا جنب الكوبري مكتوب عليها ايه؟ شهيد العروبه. الشهيد سليمان بدر، شهيد العروبه، شهيد سليمان خاطر. يعني ليه امن مركزي وجه عربات؟ احنا كنا اطفال 11 سنه. احنا كنا اطفال مثلا 11 10 سنين 11 سنه. لينا الدنيا مقلوبه وامن مركزي ودبابات وداخلين وداخلين كده على يافطه زي ما نكون جايين مثلا لراجل ارهابي ولا حاجه جايين يقبضوا علينا. والاخر راح جايين شايلين اليافطه وحاطينها وراحوا ماشيين. ابداع مثلا ابداع عربيه 40 عربيه امن مركزي غير الدبابات وغير العيال الخيبه اللي هم فيها عشان يفتح حديد. قرية مكتوب عليها الشهيد سليمان. حتى يافطه قرية الشهيد سليمان. هو كده بيمنع اي سبب ممكن يتحول سليمان لرمز. هو طبعا سليمان تحول لرمز من زمان اصلا. نعم. تحول لرمز. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ حميد برضه ان هو احنا كنا قدام السفاره الاسرائيليه بنكتب باسم سليمان خاطر. احنا واحنا يعني احنا عارفين من زمان عشان مفهمين بقضيه سليمان يعني. احنا ورد لك بس في ناس كتير جدا تعرف سليمان. ربنا يبارك فيك. احنا اللي احنا بنعدي عليه دلوقتي بنجري ان شاء الله نجيب له امر.
بيمشي في المواسير الظلم ايه؟ انا ما عملتش حاجة عشان يقع عليا ظلم. وبعدين ايه انا زنبي اتحرم مثلا ان انا اسحب ملف الشرطة ولا الحربية ولا بتاع عشان كنا بنعاني مثلا دفع يعني هي دي المكافأة. يعني انا مش عارف وبعدين احنا يعني مش كان حبا في الشرطة ولا حبا في الحربية ان احنا عايزين ده حقك بس ده حقك ملوش علاقة انا ادخل و او مدخول او مدخول بس انا عايز ادخل نعم ده كنا حصلت هو عند يعني ده هو بيحافظ بيحاول يحمل يقطر هون هنا عشان يمكن لسه العادة بتاعتها موجودة كبيرة مكتوب عليها برضو لان في قطر حديد بعد من هنا كنا حاطينها جم برضو شالوها برضو بعد احداث الفيتنام بعد احداث ما احنا نبدا بقى ان شاء الله ناويين نعمل برامج كامله وشها كده بقى عشان وشها كده عشان الله هي كان كده يعني القعده بتاعتها لسه موجوده نرجع ونشوفها مده 4 سنوات متتاليه بعد كده كان حاجة عبد المنعم اخو الشهيد سليمان الحاج عبد المنعم اخو الشهيد سليمان رفع قضيه على حسن الله خد 3 شهور سجن بس مش نفذ رفع قضية تانية برضو نفس الشيء خد 3 شهور سجن الاخر جات له عربية من الحرس الجمهوري راح جاي واخداه قالت له انت تعمل مصالحة في رئاسة الجمهورية وما عينتش تعمل اي حاجة ولا ترفع